أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الساعة بين شد وجذب وجلسات كثيرا ما كان يختل بها أو يختل بها النصاب، فإن البيت التشريعي المتمثل بمجلس النواب يخرج بتسمية أعضاء اللجان بعد تشكيلها في ظل ظروف سياسية حرجة، لكنه ومع اقتراب البرلمان من وضع الأسس التشريعية التي تدخل ضمن سياقات العمل الحكومي للحكومة المرتقبة، فإن أولى خطوات الحراك النيابي في صياغة القوانين الدستورية يلاقي جملة من المؤاخذات التي بدأت تشهدها آلية تسمية أعضاء اللجان الدائمة. هذا ما زاد من حدة التعقيدات السياسية التي خيمت على المشهد في الوقت الذي كان ينتظر فيه الشارع العراقي بصيص أمل لحل الخلافات بين الكتل السياسية، والتي عطلت كثيرا من تشكيل الحكومة. إذن مشاهدينا، ضمن محور حلقة هذا اليوم نناقش هذا الموضوع مع ضيوفي الكرام داخل الاستوديو. دكتور سلام الزبيدي، عضو ائتلاف النصر، حياك الله دكتور. حياكم الله. أهلا وسهلا بك. دكتور علي فضل الكاتب والمحلل السياسي، مرحبا بك دكتور. حياكم الله. خليني أبدأ مع الدكتور سلام. دكتور سلام، يعني بعد جلسة مجلس النواب اللي اختار بها رؤساء اللجان النيابية، البعض يرى أنه خلاص يعني ممكن هذا الموضوع يعني يفتح الباب المسدود للحوارات السياسية اللي هو الآن مغلق سياسيا لتشكيل الحكومة، ممكن صحيح تشكيل اللجان يفتح لنا هذا الباب؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. مرة أخرى تحية طيبة لكم ولضيفك الكريم ولمشاهديك الأكارم. يعني حقيقة سيد زينب، احنا نعيش فوضى سياسية منذ يعني قبيل الانتخابات وبعد الانتخابات. كل للأسف كل التحركات، كل اللي ما يجري بالعملية السياسية عبارة عن كسر إرادات، عبارة عن تحديات، عبارة عن هرولة وراء السلطة على حساب الدولة ومشاريعها، وأيضا مشروع التغيير والإصلاح الذي كنا نتأمل أن يكون هو بديلا عن ما حصل من استقالة الحكومة وأردفها من أحداث وتظاهرات ودماء. ولكن للأسف يبدو أن إصرار الكتل السياسية على الخوض في تنافس يؤدي إلى سياسة كسر العظم وكسر الإرادات بهذه الطريقة، أعتقد سيكون الخاسر الوحيد هو الشعب والوطن. الوطن يعني راح يكون حقيقة ضحية هذه الصراعات السياسية بين مختلف المتنافسين أو الخصوم بالعملية السياسية. لذلك يعني اعتقد اي قرار الان يصدر حقيقه، او حتى يعني يتعلق تشكيل اللجان او اي عمل قانون يسند داخل مجلس النواب، اعتقد ما راح يكون سليم بنتيجه يخدم المواطن او الوطن، لان تدخل ايضا بالمجاملات السياسيه المزايدات. كنا نتمنى ان تكون تشكيل اللجان الدائميه بعد تشكيل الحكومه، لان هذه اللجان الدائميه اعتقد هي العمود الفقري لعمل مجلس النواب العراقي، الذي هو يطلع بمهام تشريعيه ورقابيه، وهذه هي من شانها ان تقوي الحكومه او تدفع الحكومه للنجاح. اما في ظل عدم وجود رؤيه لتشكيل حكومه او حكومه تصريف الاعمال، اعتقد وجود اللجان قد يدخل ايضا في خانه التنافس السياسي او توزيع وتقطيع الكعكه بين الكتل السياسيه، ويعقد الازمه اكثر بكل تاكيد. شوف اليوم يعني مع جل احترامي لكل الشخصيات اللي موجوده باللجان اذا كانت على الرئاسه او ضمن يعني اليوم شاهدت نائبه تنتمي ل يعني ما اريد ادخل بالمكونات او لجهه معينه ضمن لجنه الامن والدفاع، وهي عمرها كلها ما كانت في هذا السلك ولا لها خبره، يعني توزيعها بهذه الطريقه خطا كبير. سيد زينب، اللجان واختيار اللجان في هذا الوقت خطا استراتيجي وقع به مجلس النواب العراقي. كان المفروض ينتظر ان يحسم ملف اختيار رئيس الجمهوريه ورئيس الوزراء، ومن ثم تاتي تشكيل اللجان حتى نضع الرجل المناسب بالمكان المناسب حسب الكفاءه والنزاهه، لان اعتقد انه نجاح مجلس النواب العراقي يتوقف على نجاح لجانه. تمام. دكتور علي، رحب بك من جديد. اليه عمل مجلس النواب بهذه الصيغه الى الان، يعني ماكو مثل ما ذكر دكتور سلام عدم يعني توحد الرؤيه بين القوى السياسيه فيما يخص تشكيل الحكومه، يعني نلاحظ انه مجلس النواب ياخذ دوره التشريعي بس على الاقل هذا دوره، لكن كآليه عمل صحيحه لمجلس النواب؟
ابدا تحيه لحضرتك استاذ زينب للضيف الكريم لفريق العمل لكل مشاهدي قناتكم الكريمه. نعم اللجان البرلمانيه مهمه جدا في عمل السلطه التشريعيه والرقابيه، وهي تعتبر القلب النابض لعمل هذه السلطه، لكن بالمقابل من المفترض ان هنالك خارطه طريق رسمها المشرع العراقي في طريقه تشكيل الحكومه واداء السلطه التنفيذيه والتشريعيه. المشرع اكد حقيقه على مدة دستوريه كان من المفترض ان تحترم من قبل السلطه او من قبل الطبقه السياسيه، وهي فتره تشكيل اختيار رئيس الجمهوريه ورئيس البرلمان ورئيس مجلس الوزراء. هذه حقيقه اهم بكثير، يعني لا اقلل من اهميه تشكيل اللجان، لكن كان من المفترض ان نسير بهذه الطريقه، ان هنالك اختيار لهذه الرئاسات مع التحضير لاعداد اللجان البرلمانيه، لكن يبدو انه اجتماع اربيل للتحالف الثلاثي قبل ايام يبدو انه اصبح ورقه ضغط، يعني تحريك الشارع باتجاه الاطار اللي سمي الاطار بالثلث المعطل، مع العلم انه الاطار اصبح واضح هو بيضه القضبان والثلث الضامن لاكمال العمليه السياسيه. يبدو من باب الضغط حقيقه واستغلال وجود النصاب باعتبار انه التحالف الثلاثي يستطيع ان يحقق النصاب، مضى في تشكيل اللجان. اللجان لها اهميه كبيره جدا ست زينب، لذلك كان من المفترض ان نراعي جانب التوازن السياسي والمكوناتي والاختصاص في هذا الموضوع. أعتقد بهذه الطريقة هذه الأمور لم تراعى، لذلك لا نعتقد أنها انفراجة كما يروج في الإعلام على أنه باعتبار أنه الغالبية اشتركوا. حقيقة الإطار ما راد يفوت الفرصة، لديه ممثلين وهو يمثل طبقة شعبية كبيرة جدا في الجغرافيا، جغرافية الوسط والجنوب، حتى في المناطق الغربية والشمالية. لذلك يعني من باب الاستباق، يعني عمل مجلس النواب يعني في اختيار رؤساء اللجان وتسميتها بهذه الطريقه يوم امس يعكس لنا انه اليوم الخلافات السياسيه او بين الكتل السياسيه ما زالت حاضره، باعتبار حتى اذا كان التيار يعني في هذه الجلسه هو حاضر، لكن الاطار كان في الجلسه غير حاضر، يعني ما له دور. واضح الاستحواذ، واضح الاستحواذ. هذا شيء يترجم سياسه الاقصاء، قوة الخلاف وتأكيد سياسة الإقصاء المتعمدة من قبل التحالف الثلاثي للإطار الشيعي التنسيقي. وأؤكد على جانب مهم، شوف ست زينب، أنا برأيي التحالف الثلاثي جاء بشعارات، أهم شعارين هو الأغلبية السياسية وموضوع الإصلاح. الإصلاح في النظم الديمقراطية لن يتحقق إلا من خلال وجود سلطة تنفيذية ووجود كابينة معارضة حقيقية، وهذا الموضوع وللأسف استحوذ عليه التحالف الثلاثي بهذه الطريقة. بدأ الموضوع من خلال هيئة الرئاسة، يعني في بداية التفاوض ما بين الإطار والتيار الصدري وتحديدا التحالف الثلاثي، كان من المفترض أنه الإطار قرر أنه يذهب للمعارضة، لكن اقترح أنه يكون لديه ممثل داخل هيئة الرئاسة للسلطة التشريعية، يعني من ضمن رئاسة البرلمان والنائبين يكون ممثل من قبل الإطار التنسيقي، باعتبار أنه هيئة الرئاسة لديها حق الفيتو على كل مشاريع القوانين والاستجوابات التي تقدم على جدول الأعمال، إذا ما وافقت عليها فلن يدرج في جدول الأعمال. فمن باب أنه التحضير فعلا لعمل المعارضة، كان أكو تأكيد من قبل الإطار على المضي في هذا الموضوع، وتسليم بعض اللجان البرلمانية لرئاسة طبعا للإطار التنسيقي، لكن هذا الموضوع قوبل بالرفض. وهذا ما يبين حقيقة، ما يبين أنه التحالف الثلاثي لديه غش وتدليس في جنبة التفاوض وإيهام الشارع العراقي على أن الإطار هو من يعطل أداء السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. بما مضى به البرلمان قطعا أثبت العكس، أولا لا احترام للمدد الدستورية من قبل التحالف الثلاثي، لأن في ثلاث جلسات لم يستطع تحقيق النصاب. كان الأولى به يقدم المصلحة الوطنية على المصلحة الحزبية ويعود إلى رؤية الإطار. رؤية الإطار ما بها إقصاء لأي نظام لأي مكون سياسي، على عكس التحالف الثلاثي من حيث المبدأ واضح في أجندة التفاوض لا تفاوض مع قوى الإطار التنسيقي كإطار، لكن يكون التفاوض مع بعض القوى الفردية. لذلك هذه الخطوات أنا أعتقد هي انقلاب ناعم برأيي، وإزاحة للنظام الديمقراطي، بل تحول للنظام الدكتاتوري. وما يؤكد ذلك إجراء رئيس البرلمان باتجاه النائب باسم خشان، أعتقد إجراء دكتاتوري يتنافى مع المعايير الدستورية والقانونية. لذلك هذني علامات استفهام كبيرة جدا يجب أن تراعى من قبل الرأي العام والمختصين، على أننا مقبلين حقيقة على
سابقة برأيي برلمانية خطيرة إذا مضت الأمور بهذه الشاكلة، مع العلم أنه رئاسة اللجان من المفترض أن تكون بالتوازن، إذا لم نذهب إلى تفعيل الجانب الرقابي من خلال وجود معارضة حقيقية فمن المفترض أن يراعى جانب التوازن في موضوع اللجان. هذا الموضوع كله أنا أعتقد ليس في حسابات التحالف الثلاثي. تمام دكتور سلام، جلسة اختيار رئاسات اللجان تخللها غياب للقوة السياسية، يعني نتحدث عن الإطار وعن حتى الأخذ برؤيته وعلى الأقل التفاهم، هذا إحدى أدوات التفاهم بين القوى السياسية في اختيار اللجان. بس إحنا حتى تشكيل الحكومة يعني ممكن واحد يأخذ نفس عميق بي، لكن في اختيار اللجان هذا يعني عمل نيابي، المفروض كل القوى السياسية حاضرة. هذه مسألة. المسألة أخرى مثل ما ذكر الدكتور علي، أكون هناك قفز على المعايير الدستورية. أساسا اختيار اللجان البعض يراها بها تأثيرات وغايات سياسية شكلت على ضوءها اللجان. اليوم احنا شنو راح يفتحنا أي بواب من أبواب الاعتراضات من قبل القوى السياسية اللي أقصيت؟ يعني بصراحة عمل مجلس النواب يعني بعد تحديدا بعد الجلسة التي اختار بها رئيس المجلس ونائبيه بدأت يعني يستخدمون نفوذهم والسلطة بشكل يعني أعطى انطباع وفقد الثقة الشارع بالعملية السياسية حقيقة، لأن اليوم للأسف يعني عبور المدد الدستورية بهذه الطريقة والتجاوز عليها بهذه الطريقة، ويعني اليوم المواطن حقيقة يقول ما فائدة الانتخابات وما جدوى انتخابي لممثلي الشعب أن يكونوا فعلا داخل قبة البرلمان هم صوت الشعب أو المفروض يمثلون إرادة الشارع. هذه كلها حقيقة ضربة عرض الحائط، وبدأ للأسف بصراحة أقول رئيس مجلس النواب العراقي يستخدم سلطته ونفوذه في التعاطي مع هذه الملفات الحساسة. أنا أعتقد موضوع اللجان آراء المراد من عنده كان هو ضرب الثلث الضامن أو كما يسموهم الثلث المعطل، وبالتالي يعني شوف يعني كأنه عقاب على يعني جماعة الإطار بعدم حضورهم لاكتمال النصاب لتسمية رئيس الجمهورية، ومن ثم تم تشكيل رئاسة اللجان في الفترة أو في الجلسة التي لم يكتمل فيها النصاب من أجل إعطاء رسالة بضرب سياسة ضرب الخصوم للطرف المنافس، وهذا حقيقة راح يشكل منحدر خطير جدا في العملية السياسية، وتحديدا كما ذكرنا قبل قليل أن اللجان هي تشكل العمود الفقري لعمل مجلس النواب العراقي، يعني هي راح تسن القوانين وتنقضها وتشرع قوانين وتعدل قوانين، وبالتالي كل الأمور المتعلقة على تماس مع حياة المواطن وأيضا المتعلق بالسياسة الداخلية والخارجية للدولة العراقية راح تكون على عاتق اللجان. بالتالي تسميتها بهذه الطريقة واستغلال رئيس مجلس النواب حقيقة نفوذه وسلطته في التأثير على هذه اللجان وتوزيعها، وشاهدنا كنا شاهدنا جنابك وجناب أستاذ علي شاهد كيفية رئيس مجلس النواب يتعامل مع عضو مجلس النواب راد يعبر عن رأيه بهذه الدكتاتورية وبهذه السرعة بإقصاءه من المشاركة في عمل مجلس النواب واتخاذ قرار سريع، أسرع قرار يمكن يتخذ، حتى هو من أشار إلى أنه التصويت ما انتظر حتى لا يوجد في النظام الداخلي هذه الصلاحة. لذلك هاي كلها تعطي انطباع أنه اليوم للأسف الشديد الطرف الآخر يريد أن يستخدم سياسة الإقصاء والضرب الخصوم من خلال منافذهم ووجودهم. حتى بالمناسبة يعني أنا أقولها للرأي العام وللمتلقي الموضوع اليوم حتى يتعلق في موضوع احتمالية ذهاب التيار أو التحالف الثلاثي إلى المعارضة، هم ضمنوا حقيقة ضمنوا رئاسة اللجان في مجلس النواب العراقي، وبالتالي هذه ستكون أداة في اعتقادهم لتفشيل أي حكومة، وهذا اللي يخلي البعض أي حكومة. وهذا يخلي البعض يعني يرى بأنه هذا باب من أبواب أنه يفتح باب للانسداد السياسي ويعمق بشكل كبير، وهذا الحقيقة باعتبار التيار إذا ما ضمن وجوده داخل الإطار في كل مبادراته الإطار في كل مبادراته عبر عن أنه ليس لديه مانع أن يذهب إلى المعارضة، ولكن في أن تكون هناك حماية قانونية لهذه المعارضة وتمثيل داخل الهيئة الرئاسة واللجان النيابية حتى يستطيع أن يمارس دوره كمعارضة بالرقابة على الجهات التنفيذية والتشريعية.
زين هذا اللي تحلله على نفسك، ليش تحرمه على الآخرين؟ هسه الأطراف السياسية اللي سلبت إرادتها في المشاركة اليوم، هل سنشهد ذهاب للمحكمة؟ راح يصير واقع حال سيد زينب. نعم هو راح يصير اعتراض. بالمناسبة أنا كنت مع أحد المحامين اللي هو يعني بالفترة الأخيرة دخل في كثير من القضايا اللي كنت جالس معاه أمس الأول، يعني بطريقهم إلى رفع دعوة قضائية حتى على موضوع تشكيل اللجان، عبور المدة الدستورية، وأيضا على القوانين الأخيرة التي راح يتم تمريرها بما يتعلق بالأمن الغذائي، وأيضا قانون تجريم النظام الكيان الصهيوني. يعني هذه حقيقة في ظل حكومة مؤقتة فيها إشكالية كبيرة، يعني حكومة حكومة تصريف أعمال ليس من صلاحيتها أنه تقترح قوانين ويصوت عليها مجلس النواب. هذه كلها حقيقة فيها تخادم سياسي. أعتقد هذا التخادم السياسي هو لحساب طرف على طرف معين، تشكيل اللجان، قرار القوانين، وقوانين حساسة بها شبهات فساد وبها تمرير أموال من تحت الطاولة. هذا أمر خطير جدا. نحن نحتاج مثل ما قال أستاذ علي، أولا يجب أن يكون لدينا رؤية سياسية في تشكيل حكومة وطنية لا تلغي أحد. نعم ضمن الآليات والسياقات الدستورية، نعم لا ليس لدينا مانع أن تكون حكومة أغلبية وحكومة معارضة، ولكن يجب أن تكون ضمن الآليات وأن تعطي مساحة للجميع بممارسة الدورة بدون سياسة الإقصاء والتهميش والضرب. يعني حقيقة أنا أعتقد أنه في ظل أصرار التيار الصدري على هذه المعادلة السياسية ستفشل أي حكومة قادمة. يجب أن يكون هناك مرونة وتنازلات وجلوس إلى طاولة حوار من أجل العبور بالعملية السياسية إلى ضفة الأمام. في ظل هذه الصراعات حقيقة والمناكفات أعتقد لن تخدم أي طرف من الأطراف، وسيكون المتضرر الوحيد هو البيت الشيعي، لأن الحلقة الأضعف ستكون هي البيت الشيعي، وستكون الأغلبية السياسية على حساب الأغلبية المجتمعية اللي هي ضمن العرف السياسي للبيت الشيعي. عندما ينقسم البيت الشيعي بهذه الصيغة ويذهب ويصبح أقلية داخل أغلبية، أعتقد هذا سيضعف كل العملية السياسية وليس فقط البيت الشيعي. تمام دكتور علي، أن تتهم رئاسة البرلمان في استخدام نفوذه، أعتقد يعني أنت ودكتور سلام متفقين على هذا الموضوع، أنه رئاسة البرلمان بدأت تستخدم نفوذها والضغط اليوم على الأقل لتمرير إرادتها داخل العمل البرلماني. هذه انعكس على الدورة البرلمانية الحالية، إذا ما أردنا أن نسمي هذه الدورة بتسمية معينة أو تقييمها مبكرا، شلون تقيمها؟ شوف احنا يعني عن نفسي يعني أنا تكلمت في أكثر من لقاء سابق. أولا من حيث المعايير اللي وضعتها المرجعية وحتى المعايير الدستورية والقانونية، إذا قيمنا السيد الحلبوسي للدورة السابقة، الدورة البرلمانية السابقة كانت من أفشل الدورات البرلمانية على المستوى التشريعي والرقابي. وفي قاعدة المجرب لا يجرب، كان الأولى بالتحالف الثلاثي أن لا يدعم هذه الشخصية. لذلك جدلا سلمنا منذ البداية، قلنا لا يمكن أن تكون هنالك حكومة إصلاحية على الأقل في المستوى التشريعي والرقابي بوجود هذه الشخصية. وما أكد هذا الطرح هو الآن التعامل بشخصنا واستخدام الصلاحيات لتحقيق مصالح شخصية وحزبية، وخاصة حصرا بالتحالف الثلاثي، بل هي دعامة الآن لحكومة تصريف الأعمال الحالية التي يعني للأسف يعني تصرفت بتصرفات غير منطقية غير قانونية. كان من المفترض بالسلطة التشريعية على الأقل بتقديم شكوى للمحكمة الاتحادية بسحب هذه الإجراءات غير الدستورية. لذلك نحن أمام برأي سابقة خطيرة ومنعطف برأيي بعيد كل البعد عن النظام السياسي الديمقراطي، بل هنالك دكترة أنا برأيي لموضوع النظام السياسي من خلال هذه الإجراءات الشخصية، تحديدا شخصية رئيس مجلس النواب. حتى بالمناسبة الخلاف اللي صار بينه وبين النائب الأول في موضوع تسمية هيئة الرئاسة، أغلب النظام الداخلي والدستور العراقي بيّن أنه لا يمكن اتخاذ أي قرار إلا من خلال العودة إلى يعني هذا الموضوع واضح. و تأكيدا لهذا الموضوع حتى في مجلس الوزراء، بالمناسبة رئيس مجلس الوزراء هو عضو، هو شخص في مجلس الوزراء في التصويت صوت من باقي الأصوات، عندما يقول الحقوق والواجبات تتشابه ما بين رئيس البرلمان في الدستور العراقي ورئيس السلطة التنفيذية، قطعا من المفترض أنه الواجبات والحقوق
تساوى. لذلك رئيس البرلمان العراقي بدأ يتعامل بدكتاتورية مقيتة، وللأسف أي يعني إذا اليوم رئيس البرلمان يتعامل بدكتاتورية، أي قوة يمتلكها السيد الحلبوسي؟ خصوصا إحنا بعد يعني الجلسة الأخيرة سمعنا دعوات لإقالة الحلبوسي أو تغيير رئيس البرلمان، شنو القوة يعني هذا؟ هاي حتى هناك حتى تحضير، ليس فقط دعوات، هناك تحضير كبير في عمان، في عمان لإقالة الحلبوسي باتجاه بإقالته. هذا هذا راجع علمه، هذا يعني انه السيد الحلبوسي لديه من القوى ما يحتاج، وحتى ولاد حلفاء بالمناسبة. هي شوف، هي الموضوع هذا راجع، يمكن شوي ارجع بكم، هذا راجع للنتائج الغير منصفة اللي قلنا احنا سوف ترتب آثار سلبية على العملية السياسية. هاي النتائج الغير منطقية الغير حقيقية، شنطتنا ست زينب انتجت لنا طبقة سياسية تعاني من حالة سميتها انتفاخ وغرور سياسي. حالة الانتفاخ والغرور راح تنطينا قرارات بعيدة كل البعد عن الموضوعية، بل قد تكون أو نشهد حالة من المراهقة السياسية على حساب مصالح البلد. من القوة جدتي؟ يعني جدتي أولا من هاي الحالة. انتحار الشخصية السياسية. طبعا بالأخير. انتحار السياسي نقصد. قال السيد السلام راح تنعكس على الشارع العراقي، أنه أنا بديت إذا أكو بعض الأوصال أو بعض الجسور ما بين القاعدة الشعبية والطبقة السياسية، إحنا بهاي الشاكلة نسفنا هاي الجسور. يعني نتوقع ماكو انتخابات، وهذا ما يريده بالمناسبة الفاعل الخارجي اللي أراد أن يسوي عملية انقلاب ناعم على النظام السياسي الديمقراطي الحقيقي. هو بالمناسبة الفاعل الخارجي أراد نظام ديمقراطي شكلي، لكن وعي الشعب العراقي، وعي المرجعية، وعي بعض الطبقة السياسية استطاع فعلا أن ننتج نظام ديمقراطي. هسه بعض قد يتحفظ يقول أكو سلبيات، نعم عندنا سلبيات من النظام السياسي، لكن يا أخوان النظام الديمقراطي ارجع للديمقراطيات الآن المستقرة، احتاجت 200 سنة و 300 سنة وكانت في محيط بحار ومحيطات ماكو يمها لا إيران ولا السعودية ولا الأردن ولا تركيا ولا الولايات المتحدة الأمريكية ولا بريطانيا، وما حد يتدخل، واحتاجت 200 سنة حتى استقرنا. الآن العراق وصل إلى مراحل متقدمة، لكن يبدو أن هنالك إصرار من قبل الفاعل الخارجي بمساعدة فواعل داخلية على الانقلاب على النظام الديمقراطي. إذن هو تنفيذ الأجندات. طبعاً تنفيذ الأجندات. هو ليس انتفاخ كما ذكرت أو حالة من الانتفاخ سببت هذا الشيء. طبعاً بوجود دعم من خلال وجود التحالف الثلاثي بدأ يوفر وفرة غطائية برلمانية لهذا الشخص. لو كان أكو احتراض كان من المفترض رفع اليد باتجاه نائب معيب على كل نائب رفع إيده على شخص. إحنا شو نقول بالقانون؟ نقول أما أكو جريمة شو وقت هو ترفع الحصانة عنه؟ بالمناسبة البرلماني إذا أكو جريمة القضاء يدز طلب للبرلمان أغلبية مطلقة يا الله ترفع الحصانة عنه، هاي القواعد ما طبقت. لذلك معيب على كل برلمان رفع ايده باتجاه باسم خشان، والله هاي استهانه بنفسه قبل لا تكون استهانه بالبرلمان وبالشعب العراقي. لذلك نحن اكرر امام سابقه خطيره، نحتاج الى قوه ردع برلماني حقيقه، نحتاج الى تحرك من قبل السلطه السياسيه على هذه الاجراءات الصبيانيه، لان هنالك مراهقه سياسيه قد تعصف في النظام اذا ما استمر بهذه الشاكله. طيب دكتور سلام، يعني هذه اللجان الدائمه اللي شكلت مؤخرا المفروض ان تاخذ دورها التشريعي، وين تاخذ دورها التشريعي اذا هي اساسا ما تقدر تراقب عمل حكومه تصريف الاعمال؟ شنو ضروره هذه اللجان ان تشكل بهذه الطريقه وبهذه الكيفيه ووضع سياسي مربك؟ وانا اللي قلته، يعني انا قلت اليوم فائده تشكيل لجان دائميه وانت ما عندك حكومه، هل حكومه تصريف اعمال كل مقترح قوانينها ضمن الآليات الدستورية والقانونية هو مخالفة، يعني أنت مخالفة قانونية. اليوم أي مقترح يأتي من الحكومة، هذه الحكومة تصريف الأعمال قانونا وحسب رأي الخبراء القانونيين والقضائيين أنه لا يجوز لهذه الحكومة أن فقط هي حكومة تمشية الأعمال اليومية تصريف الأعمال اليوم. فأنت اليوم عمل هذه اللجان ما راح تكون لها قيمة، لأن احنا اللجان نحتاجها أن تكون فاعلة بتغيير الواقع السياسي، بتغيير واقع البرلمان، عمل فعال في مراقبة الفساد، في مراقبة كثير من الملفات الحساسة فيما يتعلق بالملفات مع أقليم كردستان، قانون النفط والغاز، كثير من القوانين الحساسة اللي يحتاجها الشارع العراقي. في ظل وجود هذه الحكومة
هي حكومة تصريف أعمال. أنا أعتقد ليش من يعتبر هذا تكتيك جديد للقوى السياسية في التعامل معه؟ ممكن هي أعطت إشارة ست زينب بالتجديد للكاظم يعني بالمناسبة. وليش من يعتبر بعد يعني الاستفسار من بعض القوى السياسية أنه هي تهيئت هذه اللجان بأن جد هناك تجنية لدى بعض الأطراف؟ إذا قدرت اللجان إذا اللجان بالفعل يعني قدرت تقدم أو تعمل ماذا اللجان حتى هذه اللحظة من غير تشكيل الحكومة واتفاق القوى السياسية؟ وما يعتقدون تحقيق الخمسين زائد واحد الأغلبية في قراراتهم؟ ليش ما تقول القراءة هي صحيحة؟ يخدمهم يخدمهم في تمرير. القراءة هي مو صحيحة عكس ما يظهر للسطح. أن القوى السياسية أخذت تكتيك جديد اليوم، ذهبت إلى البرلمان وإلى أنه تضمن خصخصتها ومحاصصتها داخل الحكومة، وتذهب بالأخير إلى التفاهم يعني بشكل. وقال بالمناسبة سيد زينب أحد النواب التابعين أو أعضاء التابعين للتيار الصدري قال أنتوا للجماعة الإطار، قال أنتوا روحوا صلوا جماعة، امتنعوا، تعشوا، أكلوا، إحنا راح نضرب لجان ونضرب رئاسة لجان بهالمعنى يعني أمام الملأ بالإعلان. وبالتالي هي رسالة إنه إحنا راح نسيطر على كل مراكز القوة في الجهات التشريعية والتنفيذية، وأنتوا بعدين خارج قوس، إحنا راح نروح ننفذ الإرادة اللي إحنا نؤمن بها ونقص الآخرين. وهذه حقيقة سياسة خاطئة يعني، حتى لو اتخذ قرار على سبيل المثال داخل مجلس النواب العراقي للتمديد لولاية جديدة للكاظمي أو يعني تمديد عمله بطريقة قانونية أو يشرعها مجلس النواب العراقي على حساب الطرف الآخر المشارك وياك بالعملية السياسية، هذه سابقة خطيرة راح تسوي انعكاس بالعملية السياسية بشكل كبير. يعني البعض يرى لا، يقول بالعكس ممكن أنه بعد هذه بعد جلسة مجلس النواب ممكن نشهد اتصال آخر ما بين السيد المالكي. بالمناسبة أنا أعقب على موضوع ذكره أستاذ علي، طبعا موضوع مهم جدا، التدخل الإقليمي. في كل لقاءاتنا السابقة كنا يعني نتحدث عن التدخل الإقليمي أنه أضعف دورة تدخل بها التدخل الخارجي أو الضغط الخارجي هذه الدورة، لكن الآن بعد هذه بعد سطوة رئيس مجلس النواب وعودت بنا إلى الوراء في ظل النظام الدكتاتوري، يعني هي فقط ترى الشكل والاسم يختلف لكن الطريقة اللي دي يتعامل بها ترجعنا إلى زمن الدكتاتورية بشكل. أعتقد الجانب الإقليمي أو التدخل الإقليمي بدأ حاضرا بقوة من خلال تصرف رئيس مجلس النواب العراقي، وهو يتعكس بالمناسبة لحد قوته وانفراد تفرده بهذه القرارات التعسفية الخارجة وتجاوزة على القانون والدستور. أعتقد هو وراء ظهر إقليمي ممكن أن يكون داعم إلى حتى اليوم التحركات التي تدعو لطاحة به بعمان، هو يعني حسب ردة فعله بالتجاوب معها انه روح شو تسوون ما تسوون انا عندي الظهر الاقوى الذي يبقيني داخل مجلس النواب. وشنو ردك دكتور على من يتحدث اليوم؟ طبعا هذه هي كلها بعد اكو ممكن يكون هذا الموضوع يفتح لنا باب من التفاهم والحوار ويكون اتصال اخر ما بين السيد الصدر والسيد المالكي. يعني نتمنى بعد هذه التطورات والمتغيرات الكبيرة بالعملية السياسية أن يعي أولا الشركاء الأساسيين في بناء العملية السياسية أنه يجب إعادة خارطة التحالفات على أساس مشروع وطني. أعتقد لو تم الجلوس على طاولة حوار ومناقشة على الأقل مبادرة الإطار الأخيرة سنجد حلول كثيرة، لأنها فيها تنازلات وفيها رؤية سياسية لبناء مشروع سياسي وأيضا جامع لكل الأطراف. يعني حقيقة مبادرة الإطار لو تلاحظيها الأخيرة اللي ضمنت 10 نقاط، طبعا هي مجموعة عن بعض المبادرات السابقة لمت ب10 نقاط معينة، أعتقد ستكون مخرج أساسي للعودة إلى العملية السياسية بطريقة تحالفات جديدة تبني مشروع سياسي حقيقي. وأكرر وأقول أنه لا بأس أن تكون أغلبية ومعارضة، ولكن ضمن الآليات الدستورية التي تتيح للجميع بأن يمارس حقيقة يعني عمله ضمن الآليات الدستورية والحماية القانونية. أما خلاف ذلك أعتقد لا المستقلون راح يكونون، بالعكس المستقلون أعتقد في ظل انقسامهم سيضيفون مشكلة إلى المشكلة اللي موجودة، وهذه حقيقة هروب إلى الوراء. أن ترمي الكرة في ملعب المستقلون هو هروب إلى الوراء بعدم الاعتراف
بنفسك انت فشلت في تحقيق معادله سياسيه وعدم وضوح الرؤيه لدى المستقلين ايضا. يعني شنو رايك؟ المستقلون ما يستطيعون. يعني هسه يمكن استاذ علي شاركني الراي، احنا لو فرضنا جدلا ان عدد المستقلون 40 وهم هم طبعا منقسمين، ذول ال 40 هم لو فرضنا كل ال 40 هم هسه اتفقوا راحوا للتحالف، وين يقدرون يحققون حكومه اذا ما يروحون لطرف من الاطراف حتى يحققون على الاقل الاغلبيه الثلثين في تمرير رئيس الجمهوريه؟ اذا اين القوه والكتله الكبرى اللي هي 50 سنه اللي تحدث بها البعض عن قوه المستقلين؟ ما يوجد قوة المستقلون الان. المستقلون بالمناسبه في ورطه كبيره، يعني اليوم من تذهبون لهم يريدون ينفرون من هذه القضيه، لان يعني اكبر من حجمهم، يعني اكبر من حجم المستقلون. طيب. القضية متعلقة بالشركاء الأساسيين في العملية السياسية، هم معروفون إذا جلسوا على طاولة الحوار الوطني ووضعوا النقاط الوطنية وذهبوا إلى الفضاء الوطني وخرجوا عن معادلة المكوناتية والأثنية والعرقية راح نحقق مشروع سياسي يخدم كل الأطراف. بالمناسبة حتى لو كانت هناك معارضة أكيد دور المعارضة لا يقل عن دور الحكومة والأغلبية. دكتور علي، متى يأخذ المستقلون وضعهم الطبيعي على الأقل الحجم اللي منحتهم اللي صورت لنا القوة السياسية؟ حجم المستقلين حجم كبير، وأن هم اليوم هو اليوم من ينقذ هذا التعقيد أو يخرجنا من هذا التعقيد. شوفوا ست زينب، يعني كل الاحترام والتقدير للشخصيات المستقلة، لكن أكبر كذبة استطاع الإعلام الأصفر أن يقنع بها الشارع العراقي هو موضوع الشخصيات المستقلة التي سوف تغير شاكلة الفساد المالي والإداري في العراق. العراق نظام برلماني، ومن المعيب أن نسمع شخصيات أكاديمية متمرسة وقريبة من مجال العلوم السياسية والقانون أو قريبة من الاقتصاد تؤكد على وجود شخصيات مستقلة. الشخصيات المستقلة في النظم البرلمانية لا محل لها من الإعراب. مو استهانة بشخص، عفوا، النظام البرلماني نظام مقاعد. بتوضيح أكثر، لو سلمنا جبنا شخصية مستقلة وزير، سلمناه مركز وظيفي، سلمناه وزارة، هذه الوزارة في ظل نظام سياسي متهم بالفساد المالي والإداري سوف يتحول هذا الوزير إلى محل ابتزاز. ليش؟ عنده خيارين، أما أن يسمع كلام الجهات السياسية أو يلزم الباب، لأن ما عنده غطاء برلماني. فما بالك إذا الآن احنا نعتبر الشخصيات المستقلة في البرلمان العراقي سوف تعطي قوة ودعامة. شو تعطي قوة ودعامة؟ الآن المستقلين لو ذهبوا مع الإطار من شكل الحكومة، إذا ذهبوا مع التحالف الثلاثي من شكل الحكومة بالحالتين. فبالتالي بيضة القبان هو الإطار. الإطار مع جل الاحترام الآن لشخصيات المستقلة، إذا اتفقوا التحالف الثلاثي رح يشكل حكومة كل طبيعة. لكن الآن من تقول لي الثلث المعطل، لا، ثلث ضامن. أنت الآن تتعامل بطريقة الاستحواذ والسيطرة على كل المراكز الوظيفية سواء التنفيذية أو التشريعية. لذلك أنا أوصل رسالة من خلال منبركم لكل المشاهدين، لا تؤمنون بموضوع الشخصيات المستقلة. النظام البرلماني غير النظام الرئاسي. بالإمكان لو نظامنا رئاسي نجيب شخصية مستقلة يختار كابينة الحكومة ويشكل حكومة ويقدر يمضي وينجح. لكن الآن أن يكون البرلمان هو مسيطر، لأن احنا بصراحة نيل الثقة للحكومة من البرلمان والإقالة من البرلمان. زين إذا أنا عندي 40 بكل مسمياتهم 40 شخصية مستقلة والبعض منهم حقيقة مسيس من جو لجو على قرتهن، هذا شلون يسوي غطاء للوزير ويقدر ما حد يقيله؟ لذلك الشخصيات المستقلة تحولت الآن إلى عبء وشاكلة. الأدهى والأنكى من ذلك حقيقة سيد مقتدر، كل العتب يعني الجنابة أنه أنتم كتحالف ثلاثي ما قدرتوا تشكلون حكومة، لا مو الحكومة، ما قدرت تعقد جلسة رئيس اختيار رئيس جمهورية. شلون الطالب الإطار بأن يشكل لك حكومة ومقاعدة أقل؟ شلون الطالب المستقلين يشكلون حكومة هو 40 مقعد؟ إذن هذا الموضوع حالة من الالتفاف وهروب إلى الإمام وتصدير الفشل اللي وقع به التحالف الثلاثي في موضوع الأغلبية السياسية اللي قلنا عنه. يا أخوان ترى كذبة، ارجع الروح المشرع العراقي، الدستور قال من خلال المحكمة الاتحادية لن تعقد الجلسة إلا من خلال وجود ثلثي أعضاء البرلمان. إذن نظامنا توافقي من نظام أغلبية. طبعا هذا الموضوع راح ينسحب أيضا على يعني مجلس النواب ماضي بعمله، وباكر يختار يحتاج إلى اختيار أعضاء اللجان اللي شكلها مجلس النواب. شكل هو
شكل وتقوم. وماذا عن الاعضاء؟ شو العقبات اللي راح تواجه؟ لا الاعضاء انا برايي الان لا خلينا نكون واقعيين، الان الاعضاء راح يصيرون تحصيل حاصل. الاهم خلينا نكون واقعيين الرئيس. الاهم الرئيس هو خلينا نكون واقعيين، عنده حق فيتو مثل ما عنده رئيس البرلمان عنده حق فيتو. انت عندك عقبتي الان هيئه الرئاسه للتحالف الثلاثي، يعني سيطر ماذا على السلطه. ماذا عن القوى المستبعده دكتور؟ هذا الموضوع الاعضاء احنا وين نقول؟ نقول يا اخوان في منطق، في المنطقه العسكريه، في المنطقه دائما استراتيجي، نقول من يمسك الارض يمسك الطاوله. قوى الاطار التنسيقي على قولته انها مو قليله الشر، عندها امكانيات كبيره جدا على المستوى العسكري، على مستوى القاعده الشعبيه. انت ايش تتصور انه راح يرفعون ايديهم لك؟ الان هم دا يتعاملون بنفس هادئ من اجل تحقيق المصلحه الوطنيه، لكن من توصل الى حد الاقصاء وهو يمثل اكبر مكون سياسي بالعملية السياسية وتريد تقسيم العملية السياسية، تصور راح يسلم إليك؟ قطعا لا، راح يستخدم كل الأشياء المباحة وغير مباحة. لأن أنت استخدمت أشياء غير مباحة، غير قانونية، غير دستورية. شوف في موضوع تشريع هي القوانين اللجان مهمة جدا، لكن السؤال أنت منين تشرع قانون وما عندك حكومة تنفيذية؟ لأن الحكومة هي اللي ترسل مقترح القوانين. وأنا التساؤل اللي زين أنا يعني منين راح تاخذ انت اللجان؟ شكلت ما لها فائده. الان احنا قلنا ما طول حكومه ما من شكله، كان عندنا خيارين، اما ان نمشي بمسار واحد متوازي، ان نمشي في تشكيل السلطه التنفيذيه، رئيس برلمان، رئيس جمهوريه، مرشح الكتله الاكبر وتشكيل حكومه ونيل الثقه، وبنفس الطريق نمضي في تشكيل اللجان ويكون عملنا تراتبي، او الاولى ان نشكل الحكومه قبل نشكل اللجان ثم نذهب إلى اللجان البرلمانية. ذن المسارين مسارا، اللي صار عطلنا الحكومة من باب أن الحكومة اللي تشتغل حكومة تحالف ثلاثي، حكومة الكاظم الآن حكومة تحالف ثلاثي بحتة، والعمل الالياني غير قانوني وغير دستور، طبعا غير قانوني كل الإجراءات. بس أريد أناقش أستاذ حليم هاي الجزئية، بس أكو كتابة أذكر وإذا سمحت حتى ما أنسى وأسف على المقاطعة السلام في موضوع صلاحية. شوف وزارة العدل طالبت بتعديل قانون الرسوم العدليه رقم 114 سنه 81 مرسل بالشهر الثالث الى امانه مجلس الوزراء. الدائره القانونيه لمجلس الوزراء تجاوب لا يمكن اجراء اي تعديل لان الحكومه الحاليه حكومه تصريف اعمال. يا حضره جناب الدائره القانونيه شلون سمحت لمجلس الوزراء يدس قانون النهب الطارئ، قانون الدعم الطارئ للبرلمان؟ ثانية البرلمان شلون تستقبل مشروع قانون بقرابة نصف موازنة العراق وهو مو من صلاحية الحكومة؟ لا طب بالتأكيد دكتور علي، وكثير من القوانين اذا هاي دكتاتورية. انتبهوا يا السلطة التشريعية، انتبهوا يا السلطة السياسية، ترى احنا مقبلين على نظام دكتاتوري يريد ان ينقلب على الدستور. هاي معايير لا قضائيه لا قانونيه لا دستوريه. دكتور كثير من القوانين اليوم الحكومه العراقيه تعمل بها وهي غير دستوريه وغير قانونيه، بس على الاقل الحكومه اللي راح تجي ممكن مناصب تحركت زينب سياديه ومناصب مهمه تحتاج الى نيل الثقه من البرلمان العراقي، وهذا اللي يخلق لنا تخوف من المستقبل. انا قاطع استاذ سلام لا دكتور سلام هو اللي قاطعك. دكتور سلام تفضل بتعقيب هسه على يعني بموضوع اللجان ما يتعلق باللجان. انا اعتقد انه هي مقصودة، يعني تشكيل اللجان في هذه اللحظة وهذه التوقيت يعني الملائم للطرف الآخر هو من أجل الهيمنة على مركز القرار التشريعي، بالتالي حتى تكون وسيلة ضغط لتشكيل الحكومة. هذا حقيقة راح يكلفنا شيء كثير، لأن توزيع أعضاء اللجان بهذه الطريقة بعد اختيار الرؤساء وكأنه ذر الرماد في العيون. يعني أنا أعطي بعض الأعضاء أعضاء لا الفراغات باللجان وما راح يكون لهم دور بقرارات مصيريه، وبالتالي احنا راح نخضع لقوانين وقرارات واقرار قوانين ممكن ان تكون كارثه بالعمليه السياسيه القادمه، ومن ضمنها موضوع الامن الغذائي اللي خبراء اقروا وقالوا ان هناك ارقام فلكيه تصل الى 25 تريليون تدخل في شبهات فساد ونهب جديد من خلال تمرير قانون الامن الغذائي اللي هو بديل عن الموازنه. من المفترض كان ان يدعم هذا المبلغ اللي موجود في الوفرة التي حصلت نتيجة ارتفاع سعر برميل النفط أن تدعم بها الموازنة. لماذا يكون قانون جديد يفتح ملف للفساد والشبهات داخل قبة البرلمان؟ وهذا حقيقة مؤشر خطير يجب أن ينتبه لديه كل الأعضاء مجلس النواب. إذا كان هناك فعلا مستقلون وطنيون ونؤمن لحد الآن بوجودهم
يجب أن يحركوا هذا الملف الحساس وعدم تمرير هكذا قانون خطير في العملية السياسية، لأن انعكاسه ستكون كبيرة على الواقع العراقي، وسنضيف فساد آخر كبير إلى الفساد الموجود. إحنا الفساد اللي موجود ما كشفناه وما عالجناه، ونجيب فساد آخر بهذه الأرقام الفلكية التي تصل إلى 25 تريليون. طيب دكتور أسا، على الأقل السؤال يخصك، يخص جنابك، كشخصية حاضرة سياسيا وأقرب إلى الحوارات السياسية بين القوى السياسية، يعني تختلف تماما عن الدكتور علي باعتباره مراقب للوضع السياسي ومحلل، لكن حضرتك قريب من القوى السياسية اليوم، العمل السياسي، الحوارات السياسية، وشو الآلية اللي تجري بها؟ يعني هناك مزاجية وإرادة قوية، يعني لتني الإرادات للأخرى. لو بالفعل إحنا دا نمشي بنظام دستوري قانوني كعمل سياسي لتشكيل الحكومة، شو التلاعب بده يكون؟ يعني أنا أتحدث بصراحة عن يعني ائتلاف النصر ودوره في هذا الأمر، على اعتبار أن الدكتور العبادي في أكثر من مرة طرح كرئيس وزراء تسوية، ودائما يطرح اسمه في كل المعادلات السياسية، دائما بكل لقاءاتنا حقيقة هو يشدد على أبقاء باب الحوار الوطني مفتوحا، وتحديدا بين الإطار والتيار. البعض يخيل، بعض اللي يخرجون في وسائل الإعلام يخيلون أن هناك صراع بين التيار والإطار، وهذا الصراع يعني صراع ممكن أنه لا يحال وصراع إقصائي. لا، وليس بهذه الطريقة. الصراع يتمحور حول شكل الحكومة القادمة وشكل معادلة الحكومة القادمة، إصرار الكتلة الصدرية على أن تذهب بأغلبية سياسية محدودة وإقصاء طرف معين، هذا أصل المشكلة، والطرف الآخر اللي هو متمثل بالإطار يرفضون أن تكون هناك اجتزاء أو تجزء للإطار. اللي يرفض يرفض، لكن الـ 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 الطرف الآخر هو ماضي بـ يعني بمسار السياسي. بالمناسبة حاولنا كثيرا في هذه المعادلة تقريب وجهات النظر، الاتفاق على النقاط اللي ذكرها التيار الصدري، واتفقوا، والمبادرة أشارت إلى كثير من النقاط تم التنازل بها، وأصبحت بها يعني حقيقة حتى تنازلات عن حقوق شخصية من أجل المضي بالعملية السياسية. ولكن إصرار التيار، بصراحة أقول إصرار التيار الصدري على استبعاد دولة القانون من الحكومة أو من تشكيل الحكومة هو سبب المشكلة الرئيسية، وأعتقد هذا يدخل في ضمن خلافات شخصية سابقة حاولنا تكرارا ومرارا أن نذيب هذه الخلافات وتقديم المصلحة العليا، ولكن يبدو أن هناك تأثيرات كبيرة على التيار الصدري وعلى شخص سيد مقتدى الصدر بعدم الذهاب مع الإطار بسبب وجود ائتلاف دولة القانون. وتعرفين أنت ائتلاف دولة القانون كشريك ضامن بالإطار وكمسألة أخلاقية، ما ممكن أن يتجزأ الإطار ويترك دولة القانون ويذهب بتشكيل الحكومة، وهذا هو جوهر وسبب المشكلة الأساسية. أما بقية النقاط، كثير من النقاط تم حقيقة الاتفاق عليها وتم تقارب وجهات النظر، ولكن النقطة العائق والخلاف هو موضوع دولة القانون وتقربه مع التيار. دكتور علي، بالفعل الصورة تخيل لي هكذا، بأن هناك طرف يمتلك من القوة والإرادة لبسط إرادته، هناك طرف آخر هو الحلقة الأضعف. احنا عندنا هذا النوعين من القوى السياسية اليوم حاضرة في المشهد السياسي، وهم طرفين مؤثرين اليوم لحل حالة الأزمة وفق المعطيات الموجودة اليوم بالساحة السياسية. شنو الخيارات اللي تملكها القوى السياسية لحل هذه الأزمة؟ شوف، أنا يمكن جاوبت على هذا السؤال في أكثر مرة. أولا، تصوير الخلاف أنه شيعي شيعي، هذا طبعا بالمناسبة الإعلام الأصفر كان غير واقع وغير منطقي في هذا الموضوع وفي هذا الوصف. المشكلة ما بين التيار والإطار أنا أعتقد هي حالة اختلاف في وجهات النظر في طريقة تشكيل الحكومة. من كان السبب؟ لم يكن لا الإطار ولا التيار. دخول الديمقراطي وتحالف السيادة كعامل مساعد لتكوين الكتلة الأكبر اللي ناقضت المادة 76 والعرف السياسي هو اللي سوى حالة الانسداد. يعني خلي نسحب الآن الإطار، العفو، الديمقراطية والسيادة، وترجع الحالة ما بين الإطار والتيار. أولا، الإطار كمقاعد أكثر من التيار الصدري، 83 مقعد و 76 مقعد، في أحسن حالات التيار الصدري 81 مقعد، في أقل حالات الإطار 83 مقعد إلى 88 مقعد، مقاعد شيعية داشاني. لذلك المشكلة لم تكن في البيت الشيعي زينب، والقوة اللي حصل عليها التيار الصدري قوة وهمية، قوة وهمية مع جل الاحترام عفوا للتيار الصدري. لكن التيار الصدري بعد هذا التحالف طبعا أكو حالة من الغرور السياسي قلنا عليها، ويريد يسيطر على القرار الشيعي، ومن خلال السيطرة على القرار الشيعي راح
يسيطر على القرار الوطني بحساباته، مع العلم لو حتى تمكن من تشكيل الحكومة مع التحالف الثلاثي لن يكون التيار الصدري باسط اليد لا على المناطق الغربية ولا على إقليم كردستان، راح يكون أنا برأيي رئيس وزراء الوسط والجنوب بحساباته هو، لكن هاي جريمة لأن أنت راح تحول الأغلبية إلى أقلية. لذلك أنا أقول نحتاج إلى مراجعة للذات، نحتاج إلى حالة من الإيثار، نحتاج إلى تغليب مصالح المكون السياسي والمصلحة الوطنية، وبالتالي إذا ما رجعنا أنا أعتقد التيار الصدري راح يكون قوي، الإطار راح يكون قوي، والعملية السياسية مستقرة وقوية. أما إذا سار التحالف الثلاثي بهذه الشاكلة فأنا أعتقد العملية السياسية على صفيح ساخن من المشاكل. للحديث تتم ما دام هناك نعاني من الانسداد السياسي، ربما سيكون لنا لقاءات أخرى مع جنابك دكتور علي فضل الكاتب والمحلل السياسي. شكرا جزيلا لك دكتور سلام زبيدي عضو ائتلاف النصر، شكرا لحضورك دكتور. شكرا لكم. شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة وإلى اللقاء.